مثال بسيط جدا، وهو انه عندنا نقطتين، هذه هي P1 وهي P2. يقول find the direction، دير بال direction of the P1 على P2 direction، ذكرون direction. الدايركشن هو عبارة عن ال P1 P2 على absolute، هذا هو الدايركشن، ذكروا هذا. فإذا لازم نجد P1 و P2. ال P1 و P2 هو قلنا X2 ناقصا X1 باتجاه I، و Y2 ناقصا Y1 يناقص 2 ناقص ناقص 4 باتجاه J، و Z2 ناقص Z1 باتجاه K اللي Y وذا. راح يصير عندي هذا هو الفكتور. زين الماجنتيود مالته اللي هو ابسولوت P1 P2، هذا هو الماجنتيود، هو تحت الجذر هذه القيم اللي هي X2 ناقص X1 اللي هي 3، تربيعها تصير 9، وناقص 2 ناقص 4 تربيعها تصير 36، و7 ناقص 5 تربيعها يكون يعني 4، تربيعها حيكون 2 تربيعها 4، راح يكون جذر 49 فهو 7. هذا هو الماجنتيود. فالدايركشن هو حيكون هذا الاتجاه هذا. يعني شنو هذا المقدار؟ 3 اي على 7 هذا المقدار. وناقصا ليش ناقصا؟ انه عندك 6 جي هذا. ناقصا 6 جي على 7 زائدا 2 هذه 2 كي على 7 اللي هي هاي قدامكم. يطلع لي هذا الدايركشن، هذا خلاص الاتجاه. يقول لك find midpoint of line segment، اوجد نقطة المنتصف لهذه قطعة المستقيم هذا او الخط. الميدبوينت هو عبارة عن x1 زائد x2 على هذا، بس انت عندك اذا لازم تجد نقطتين، النقطتين هو معطيك اياها بالسؤال، فاربعة زائد واحد على هذا المقدار هذا. اربعة هاي المعادلة حيكون 4 زائد هذي 1 على 2 ناقصا 2 لأنه نوع من نقطتين، ناقص 2 زائد 4 على 2، وهاي عندك 7 زائد 5 على 2 12 على 2 6. واضح؟ هذا مثال بسيط جدا، نكتفي هنا وبعدين ناخذ مثال آخر.